بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعب رامي الفرقعات ما كان قرار صحيح، نحاول التصليح. أيضا برميل الغيلان يعني على فكرة ما استفدت منه، هذا يعني يثبت أني يعني كنت على حق يعني أنه من الأساس يعني تشكيلتي ما فيها برميل غيلان، لأنه بطاقة تموت ب... ب... يا الله بطاقة تموت ب... بأسهم أو الصاعق بالعادة ما أقتنع فيها كثير. شوف كمية الغيلان، شوف القرف بس. يا الله ايش ذا؟ المفروض اني جبت سم بالخطة، صح؟ نعم، هذا المفروض. غريبة ما في، اوكي ما في سم بالخطة. تعذيب 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 غير عادي والله. وش اللعبة؟ ليش كذا هالصعوبة بهذه اللعبة؟ ليش؟ فاز 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 خلاص. الله يلعنها لعبة، بس الله يلعنها لعبة، الله يلعنها لعبة، الله يلعنها لعبة، الله يلعنها لعبة. 10 خسائر تقريبا ورا 5 خسائر ورا بعض. قرفوني والله، والله قرفوني بالمباني. 7555 أنا أعتقد يكون رقم مناسب مرة للاعتزال. شوفوا كيف 3 خسائر وربع عض، وصلت 7615 أعلى رقم. فجأة يجي لك سباركي، ميجانايت، ميجانايت برج نار مع أمير مع ميني بيكا. قاعد أحترق قاعد أحترق قاعد أحترق من الداخل، لأنه هذا الخصوم ما أشوفهم لما نلعب سيارة، ما أشوف زي كذا غيلان لما نلعب سيارة، ما أشوف هذه الكمية من الغيلان. كلاب لعبة كلاب. فعليا شيء يخليك تحترق إنه القهر. واحد ما يعرف إيش اللي ممكن ينفع، إيش اللي ممكن ينفع.
شيء يدمر الأعصاب وبس. بعد يجيك هذا كوخ الغيلان، كمية غيلان ورا بعض، كمية غيلان غير عادية، كمية غيلان غير طبيعية ورا بعض، ما تعرف ليش. وصلت 7555 الآن. ما أدري يعني إيش ممكن أسوي، إيش ممكن أسوي؟ طبعا لو سويت السياف بتصير الخطة أثقل يعني، أربعة فاصلة ثلاثة. واحد ما يعرف يعني، صار يشك الآن في كل شيء، كل خطوة ممكن يعني تشك بأي بطاقة مثلا. شوفوا كيف مستوى 15، اللعبة صايرة زبالة زبالة زبالة، من جد زبالة حقيقية يعني. مستوى 15 يعني كأنه ما كفت هذه الخسائر اللي تو. يا ربي شوف الحطاب. كيف؟ من فيك 15، من فيك ماكس حطاب. مشكلة والله، والله مشكلة. إلى الآن ما دخلت البيكا. شوف كيف اختفى الخنزير، والله ظلم، أقسم بالله ظلم. والله ظلم، أقسم بالله. مستوى 15 يا جماعة، ميني بيكا 15، الله يلعنهم، بس الله يلعنهم هم ولعبتهم ذي. كم بطاقة معاه ذا؟ ميني بيكا، حطاب، ذا كله أشياء مرعبة. شيء سيء، شيء سيء. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس
الله يلعنهم. اقسم بالله تعذيب، لعبة عذاب 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 غير عادي، عذاب نفسي غير عادي، والله العظيم تعذيب. اقسم بالله ايش هذا؟ ولا شيء ينفع ولا شيء. والله العظيم تنقهر كل مباراة قهر غير عادي. كنت 7600 الآن على حدود 7500. يلا ابلع. شايفين كيف؟ شايفين المضادات؟ شايفين الحركات السيئة في كل مباراة؟ والله قرف، والله والله ظلم. ايش في هذا؟ تسلا وبرابرا و... الله يلعنك، الله يلعنكم، الله يلعنكم، الله يلعنكم، الله يلعنكم. اللعبة يلعن أبوكم لعبة يا شيخ. والله قرف، والله قرف، والله قرف، والله لعبة قرف. أقسم بالله أنا ما أدري ليش كذا، ليش كذا، ليش ليش كذا يبغونك تخسر؟ إيش الحقد هذا؟ وغضب بعد ولا كفو يا شباب. الله يعين. بس عنده غضب، هذا شيء مخيف يعني. الله يستر. ايوه طبعا، يعني شفنا شفنا المنطاد طبعا، هذا ليش اقول شيء مخيف؟ انه غالبا الغضب معناه منطاد. واضح اني رثعت فيه. بس وين اروح؟ يمين ولا يسار؟ السؤال. ما قصر سحرك يا رب. الله يقلعوك. بس كلاب 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 كلاب. لعبة كلاب، اقسم بالله لعبة كلاب. ايش هذا؟ لازم مضادات، لازم مباني، لازم عذاب. شوفوا كمية المباني يضرب بعض، برج نار، كوخيلان،
تسلا رجعت افوز يعني حلو. السياف سياف رهيب، ما نقدر نستغني عنه الصراحة. الحين هذه خطة رهيبة، لو كنت لعبت سوم ما كنت استفدت منه بالخطة ذي، لأنه السياف ما يموت بالسوم يعني باختصار. مهم، خطة رهيبة هذه. يا الله، بس شفنا هياكل، شفنا سحر كهربائي، لا سحر ثلج. الله يلعنهم، لازم تسلا يعني، الله يلعنهم. بس والله مرض، والله الله يلعن شكلك. حسبي الله ونعم الوكيل. بس هذا يعتقد انه عندي كرة نار، ما عندي حتى ولا شيء. مشكلة، الآن افتقدنا للسبيل. يا لطيف يا لطيف، اللعبة ذي دمار أعصاب غير عادي غير عادي غير عادي، أقسم بالله مرض 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 مرض. تخلص من تسلا وسيافتك تسلا وصاروخ، ما تدري ليش كذا اللعبة، ليش كذا ما تعرف.
تعب تعب وبس. أنا لازم أشتري هذا وذول القطع من المتجر، قطع التطوير، تطوير الأسطوري وتطوير شو اسمه البطاقة المطورة. يلا بديت أفوز، لكن فعليا صراحة افتقدت للسوم. أربعة فاصلة ثلاثة. بسم الله. قبل شوي والله افتقدت للسوم بالمراحل الأخيرة من المباراة، كنت أقول كيف ممكن أفوز، يعني كل شوي حاط عليه تسلا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يلا من زمان ما قابلت غلم، شفنا قبل شوي خصم صاروخ، الله يستر. شايفين الفوضى؟ كل الفوضى هذه نظفها ورتبها السيار. شايفين قديش بطل سوسو؟ الله يلعنهم. بس لازم المباني، لازم القرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبي الله ونعم الوكيل. بس متقدم بس عنده مبنى. بداية ممتازة للمباراة. يعني نحاول نقتل الساحرة الليل. حلو، ماتت ساحرة إبليس الحمد لله، والفيكا موجودة والفالكري تكنس. ما في خوف إن شاء الله. ليس هذا التعبير اللي كنت أبغاه، واضح. أيوة، قبل شوي صاروخ، الآن برق. لعبة الكلب، الكلبة هذه ما هي لعبة والله. أعوذ بالله، بس تعذيب يعني. هياكل المقبرة وهياكل ملك الهياكل، والحمد لله 7616 رقم جديد الحمد لله، يعني عوضت الخسائر. أعوذ بالله، بس أعوذ بالله يا من هذه اللعبة. صاروخ بعدها برق، طبعا أنا متوقع أنه يعني يعني وشفت الغلم قلت خلاص أكيد معاه برق. يعني عصار بعد الكلب، حقير 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 لأبعد درجة، وهياكل وشاهد قبر وملك الهياكل، حقير لأبعد درجة. وسخين، لعبة وسخة. 7616 على رقم، لا على رقم 7945 نسيت. بس أيضا 7616 ممتاز. شوف كيف
الأصدقاء المتصلين صفر، عندي تقريبا ما أعرف كم 50 صديق باللعبة، صفر متصل. الناس كرهت اللعبة فعليا، الناس كرهت اللعبة. 2 بالقبيلة متصلين فقط، واحد منهم أنا والثاني العنزي، هنا أيضا يعني العنزي. هذا الآن شو كيف الآن مثلا يلعب ال يعني وش اسمه، أو يعني ما علينا، أو سكيب لكل شيء مثلا قلته، أو سكيب لهذه اللعبة، أو نترك ما أعرف. هذا قاعد يعذب نفسه بالتحدي باختصار، هذا اللي قاعد أشوفه. وش الحيوانات ذولا؟ شوف كيف تجميد، تجميد وعصار وغضب ولد. شوفوا كيف الكلب، شوفوا كيف الكلب. وش الحيوانات هذولا؟ ايش الخنازير اللي مليانين بهذه اللعبة؟ اقسم بالله شيء مقرف. شوفوا كيف، لو انا ما شفت هذه المباراة يمكن ما صدقت. شايفين القرف؟ طبعا ما راح اقول له شيء لانه انا اتشكى، ولا حد يواسي، ولا حد يعزي، ولا حد، لذلك ما راح اقول شيء. بس من جد مرض 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 فعليا مرض. مستعجل ولعب المجنايت بدري، بس لازم يلعب المجنايت على 2 مجنايت هنا. شايفين كيف الكلب؟ والله العظيم هذه الأشياء تخليك مو بتقرف من اللعبة، تطفش من عالم الألعاب كله. أقسم بالله أنا الحين قاعد أتابع مو بقادر أتحمل، يعني أصاب حتى أشوف قوينا يعني زي ذا، متأكد إنه يبغى بس ما يخسر، يبغى ما يخسر هذا بس. لأنه أنا متأكد إنه مقهور قهر غير عادي، بس يعني ما بقيت حيلة. إيش كنا نعمل؟ ما أدري إيش يقولون بالجزائر أو المغرب، ماذا نعمل؟ إيش نسوي؟ هذا قدر الله، هذا شيء ليس بإرادتنا، يعني ما بقيت حيلة. كرة نار، عصار، صاروخ، جميد، شنو هذا؟ كيف تفوز ضد هذا؟ والله العظيم تعذيب غير عادي، تعذيب غير عادي. أنا أقول هذه اللعبة يعني أنت جنيت على نفسك، يعني تلعب تحديات بهذه اللعبة أنت، يعني صباح الخير، يعني ما تعرف إنه أقرب شيء عالم كل الألعاب من تحديات كلاش رويال، زيادة عن انه اللعبة اصلا مقرفة. تجي انت تلعب اقرف شيء بهذه اللعبة اللي هو التحديات، لكن ممكن يفوز، الله اعلم، ممكن يفوز، ممكن 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 ممكن. كفو 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 كفو. ممكن 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 ممكن. مع الأسف مسكين 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 يعاني. الله عليك الله عليك، قهر والله قهر والله. شوف الكلب، شوف الكلب حيوان. شوف وين رمى الصاروخ. وزميلنا ولا هم والله، زميلنا والله على يعني زي الخسارة، زي كذا زي اللوز. لو أنا مكانه نطيت من 7 دور، قصدي يعني لو أنا مكانه يعني حذفت اللعبة، حذفت من جد.
شيء والله مو بس مدمر الأعصاب، مكسر للأعصاب، محطم للأعصاب، حارق للأعصاب. والآن ترتيبنا الثالث بالحروب. يعني جرانت با هذا مين رقاه هذا جرانت با؟ أنا ما أدري مين رقى جرانت با خلاه كبير، بس عشان اسمه جدو جرانت با تصير. أنا أشوف إنه نقاطه عادية، يعني 2000 يعني، بس الآن 0 وهذا RTM 0 سبكتا ممتاز بهذا يستاهل، و جراندبا شنو هذا؟ قبل 13 ساعة كان متصل، يعني يعتبر عادي يعني حتى الآن. تقريبا عندنا 49-1، لازم نطرد يعني بالأخير كايدو مثلا. كايدو عندنا كايدو، عندنا أبدو. كايدو مثلا بالحرب الماضية ما أشوفه، طلحة جاز كايدو، ليش هم كبير؟ طلحة جاز عادي جدا، مفروض ما يكون كبير. طلحة جاز عضو، كايدو عضو، وبعدين يمكن ينطردون الله أعلم. يعني كايدو ما اشوف انه يعني قاعد يسوي اشياء كثير، لذلك كايدو ايضا يعني شارك على الاقل. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.